أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل من قال إن العمل شرط كمال في الإيمان يكون مرجئاً؟ من قال إن العمل شرط كمال، يعني العمل كله شرط كمال، هذا مرجئ ما في شك. أما إذا كان بعض الأعمال المستحبة والطاعات المستحبة شرط كمال، هذا سهل. أما إذا كان يقول كل الأعمال شرط كمال وليست من الإيمان، فهذا هو قول المرجئة. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.